اليوم راح نتحدث عن فيلم درامي وتاريخي عنوان الفيلم The Man in the Iron Mask الرجل ذو القناع الحديدي لا تنسون الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد يبدو الفيلم بالقرن السابع عشر وكانت فرنسا تحت حكم الملك لويس الرابع عشر وكانت مدينة باريس بذاك الوقت بحالة اضطراب وكانوا السكان يعانون من الجوع أو يتم إرسالهم للحرب وهذا الشيء سبب ضجة كبيرة بالمدينة وأعمال شغب وبدلا من تلبية طلباتهم قرر الملك يحبس اللي سووا أعمال الشغب بسجون رديئة وتركهم يموتون موت بطيء ومؤلم ومن ضمنهم شخص يلقب الرجل ذو القناع الحديدي وبعدها نشوف قائد مجموعة الفرسان الملكية دارتنيان يتفقد المدينة ولسوء الحظ صاروا الناس يجمرون عليه حجارة لأن كان يعمل لصالح الملك واتضح أنه كان أكو أربع فرسان مشهورين بالماضي لكن فقط دارتنيان بقى مخلص للملك وبالنسبه للفرسان الثلاثه البقيه واللي هم اراميس واللي صار راهب وصار بوثروس مهتم بالنساء فقط اما اثوس فتقاعد بمزرعته وكانوا بوثروس واثوس يعيشون واغلب الوقت يتشاجرون بسبب انماط حياتهم المتناقضه يوم من الايام زارهم دارتنيان وبلغهم ان الملك طالب يشوفهم ومن ناحية ثانية سلم اثوس خاتم زوجته الابنة راؤول حتى يقدم الخطبة حبيبته وتبين ان زوجة اثوس توفت من فترة طويلة وكان راؤول يريد يصير فارس مثل ابوه بعدها ننتقل للقصر مع الملك وكان الملك يلتقي بجنرالاته من اجل الحرب القادمة وبلغ مستشارة بيير عن اعمال الشغب بالمدينة واقترح على الملك توزيع الطعام من احتياجات الجيش حتى تتوقف اعمال الشغب ومع ذلك امر الملك لويس بتوزيع الطعام الفازت بدال الطعام الطبيعي وبهالاثناء وصل اراميس للقصر ورحب به الملك وامر الملك لويس بالعثور على زعيم اليسوعيين اللي سبب كل هاي الاضطرابات بالمدينة وامر ايضا بالقضاء على شخص يسموه الخائن باسم الله وفرنسي وتردد اراميس بالبداية لكن ما كان عنده حل ثاني غير الموافقة وبهالاثناء كانت اكو مناسبه خاصه راح تقام بالقصر ووصل العديد من الاشخاص للقصر ومن ضمنهم راؤول وحبيبته كريستين ومن كانوا يتمشوا لاحظ الملك كريستين من بعيد وانعجب بيها وقرر يسوي لعبه ويفصل راؤول عن حبيبته ومن كانوا الموجودين مشغولين باللعبه حاول الملك لويس يتقرب من كريستين لكن تقول لك كريستين انا مخلصه لراؤول وما اقدر اخونه ورغم هالشي حاول الملك يبوسها لكن شتت انتباههم من قبل دارتنيان اللي كان يراقبهم عن قرب وفجأة اجى جاسوس يسوعي وصار يركض بسرعة حتى يقتل الملك لويس لكن دارتنيان قدر يقتله برمية حلوة من سيفه وانصدم الملك من اللي صار وراؤول اخذ كريستين وقرر يهربون وبالليل اكتشف دارتنيان انه راؤول قرر يتراجع عن طلبه انه يصير احد الفرسان الملكيين وصار دارتنيان محتار وقرر يزور آثوس حتى يعرف الحقيقة لكن آثوس يقول له أنا أيضا ما أعرف السبب وبهالأثناء أثناء أول وكان مكتئب ويقول لهم ما راح أقدر أخطب كريستين وتم تجنيدي للحرب ضد الهولنديين وهذا الشيء أغضب آثوس واعتقد أن الملك الجشع هو اللي راح يرسل ابنه بعيد حتى يحصل على كريستين وحس دارتنيان بالأسف على راؤول وقال الآثوس راح أحكي ويا الملك بخصوص هذا الشيء وبعدها قرروا مثيري الشغب يهاجمون القصر بسبب توزيع الطعام الفاسد لهم وخرجت الامور عن السيطرة، واستعدوا الفرسان لاطلاق النار على مثيري الشغب، لكن منعهم دارتنيان وقرر يحجي مثيري الشغب وحده، وصار يستعرض بعض الحركات بسيفه، واكتسب ثقتهم، بعدها تعهد لهم دارتنيان انه راح يجيب لهم الطعام قريبا، ومن سمعوا الجمهور هذا الكلام قرروا يتراجعون عن الشغب، وبعدها دخل دارتنيان بممر سري داخل القصر. وقال للملك لازم نوزع الطعام الطازج للناس وسأل دارتنيان الملك عن نواياه تجاه كريستين لكن الملك ما يجاوب ويقول له اقدر اسوي كل اللي اريده لان اني الملك ومن ناحية ثانية كان راؤول والجنود يستعدون لغزو اراضي العدو لكن قبل التقدم سلم رسالة الى جنرال ثاني وطلب الجنرال منهم يسلمون الرسالة الى القصر الملكي ولسوء الحظ انفجرت عليهم قذيفة مدفع ومات راؤول على اثرها ووصل الخبر بسرعة لكريستين والأبو وانهاروا اثنينهم بالبكاء وهذا الشيء زيد غضب آثوس للانتقام وراح للقصر الملكي حتى يواجه الملك ومن وصل قدر يقتل العديد من الفرسان وحده لكن قدر دارتنيان يوقفه وقال له لازم تهدأ حتى ما تواجه نفس مصير ابنك ووافق آثوس على الابتعاد لكن تعهد بالانتقام من الملك وقبل ما يغادر آثوس وصف دارتنيان بالخائن لأن كان يحمي قاتل ابنه وداخل القصر كان الملك يرتب عشاء فاخر لكريستين لكن كريستين كانت غير سعيدة بهذا العشاء لأن بعدها حزينة على موت راؤول ومع ذلك يقول لها لويس أنا أريد سعادتك فقط وصارت بينهم علاقة رومانسية ومن ناحية ثانية قرر أراميس يجمع أصدقاء الفرسان القدماء داخل سراديب الموتى بباريس وحكالهم عن مهمته السرية ويقول للملك لويس كلفني أتعقب الزعيم اليسوعي وقتله قبل ما يثير الناس للشغب واتضح أن قائد اليسوعين هو أراميس نفسه وهذا الكلام صدم أصدقائه لكن آثوس وبورثوس قرروا يدعمون أراميس ورفض دارتنيان مساعدة أراميس وقال أنا مخلص للملك وهنا اشتعل آثوس بالغضب وقال دارتنيان إذا التقيت بيك مرة ثانية راح أقتلك فورا وبعدها ننتقل لسجن باسيل واللي موجود به الرجل ذو القناع الحديدي او كان يلقي نظره على السماء ويتساءل شو وقت راح يطلع من السجن وبهالاثناء وصلوا الاصدقاء الفرسان الثلاثه هناك بقارب وجانوا متنكرين بزي الاجانب والظاهر اراميس انه هو كائن وقدر يدخل زنزانه السجن حتى يقرا صلواته الشهريه وتبين انه اراميس يحمل جثه شخص لابس قناع حديدي يشبه قناع الرجل المسجون نفسه وقرر اراميس يخفي الرجل صاحب القناع داخل جسمه ونادى على الحراس وقال لهم انه السجين مات بسبب فيروس الطاعون وخافوا الحراس من هذا الشيء وقرروا يحرقون الجثة حتى ما يتركون اي ادلة وبعدها هربوا المجموعة بحذر من المكان وراحوا البيت ريفي وبدوا ينظفون السجين وانصدموا من شافوا انه السجين صاحب القناع هو الاخ التوأم للملك لويس واسمه فيليب ويقول لهم فيليب كنت اعيش بسلام بالمزرعه، لكن بيوم من الايام اخذوني بعض الجنود بالقوه للسجن، واحتزوني ولبسوني القناع، وحكي اراميس الحقيقه للملك فيليب، وقال له امك ان من جابتكم انت ولويس؟ قرر ابوك لويس الثالث عشر يتخلص من احد ابنائه، حتى يتجنب الصراع الاقليمي بينكم، ونتيجه لذلك تم اخفائك بعيد بسجن الباستيل، وبيوم وفاه الملك لويس الثالث عشر حكي هذا الشيء لزوجته، هو ابن الثاني. وبذاك الوقت حاولت أمك أن تستعيدك بكل جهودها لكن الملك الجشع أصر على أنه فيليب ما لازم يشوف النور أبد أو لازم ينخفي وجهه تحت قناع حديدي ويقول أراميس أنا حطيت القناع بنفسي إليك وأنا آسف لكل المعاناة اللي تعرضت لها وأتعهد أرجع لك حقك وأخليك أنت الملك بدال لويس ومع ذلك كانوا أصدقاء أراميس يشككون بخطته لأن كانوا يعتقدون أن الخطة خطيرة جداً بعدها نرجع للقصر وتلقى الملك لويس رسالة انه اخوه توأم مات لكن لويس غير مهتم بهذا الشيء وطلب من رجاله يوصلون الخبر الامة وفتح صندوق ثاني وتواجه من شاف بقناع حديدي وبهالاثناء وصل الخبر الان امهم وانهارت بالبكاء وحاول دارتنيان يواسيها واتضح انه دارتنيان وان كانوا على علاقة رومانسية قبل ما يختار دارتنيان يصير مخلص الملك ومن ناحية ثانية بالريف حاولوا الأصدقاء الثلاثة يقنعون فيليب ويكون جزء من خطتهم لكن فيليب يرفض ويقول أنا ما أريد أسوي نفسي شخص ثاني وأريد أعيش حياتي بحرية لكن بالأخير وافق من قلولة الفرسان الثلاثة إحنا نحلم تكون فرنسا موحدة وراح يعيشون الناس بسلام وبعدها بدوا الفرسان يعلمون فيليب شلون يتصرف مثل الملك وصاروا يدربوه على المبارزة ليل ونهار وبهالاثناء بدات كريستين تتعود على ملكيه القصر وفجاه تلقت الرساله اللي ارسلها راؤول قبل وفاته ويقول بيها كنت عارف باقتراب موتي واني مسامحك على وجودك ويا الملك وهاي الرساله دمرت كريستين وعرفت ان الملك لويس هو اللي خطط لموت راؤول وبعدها التقى راميس بان وقال لها فليب بعد عايش وبهالاثناء كان القصر الملكي مستضيف حفله تنكريه وكانوا المئات من النبلاء يرقصون وبهالاثناء وصل اراميس واثوس وبورثوس وفليب او كانوا متنكرين بملابس فاخره ومن كان الملك لويس يرقص لاحظ العديد من الاشخاص لابسين اقنعه حديديه وصار يحس بالدوار وتبين ان الفرسان خططوا لهذا الشيء طول الوقت وراح الملك لغرفته واستغلوا الفرسان الفرصه وراحوا للممر السري وواجه اراميس الملك وضربه وخلاه يفقد الوعي ومن قعد شاف اخوه فيليب لابس ملابس الملك وحاول لويس يطلب المساعدة لكن سد بوثروس حلقه وغادر فيليب الغرفة بغضب وراح حتى يحكي ويا الناس برا وقعد فيليب على العرش الملكي وجت عليه كريستين وقالت له انت قاتل وحاولوا الحراس يلقون القبض عليها نفس ما ما كان يسوي لويس لكن فيليب منعهم ووعدها يصحح الامور مرة ثانية وتفاجأوا الناس من هذا التصرف لان يعتقدون انه مو من عوائد الملك يتصرف هيش تصرف وبدا دارتنيان يشك بهذا الشيء وامر دارتنيان الحراس يكونون في حالة استعداد قصوى وقرر يرافق طلب الرصيف السفن تحت الارض وبالطابق السفلي كملوا الفرسان الثلاثه طريقهم وماخذين لويس وياهم للميناء وكان قاربهم ينتظرهم وفجاه شافوهم الحراس وصار قتال بينهم وعلى الرغم من تفوق الحراس بالعدد الا انه الفرسان الثلاثه أظهروا مهارات قتالية جميلة وقدروا يقضون على الحراس ومن كانوا على وشك الهروب تم إغلاق الباب وتم القبض عليهم من قبل الحراس بقيادة دارتنيان وهنا آثوس أظهر وجه الملك لويس وهددهم بقتله وانصدم دارتنيان من هذا الشيء وأمر الحراس يفتحون الباب وأخذ دارتنيان لويس منهم وبينما كانوا الفرسان على وشك المغادرة قدروا الحراس يلزمون فلوب مرة ثانية اضطروا الفرسان الثلاثة يهربون وحدهم وداخل القصر بقى الملك لويس يباو على فيليب بغضب وقال دارتينيان الرجال ما كذبوا وهذا الشخص أخوي فعلا وتفاجأ دارتينيان من هذا الكلام وبهالأثناء دخلت آن وصارت هي ودارتينيان يتوسلون بالملك لويس حتى يعفو عن فيليب ورغم هالشي كان لويس قاسي ومر رجاله يخلون فيليب بنفس السجن ويلبسوه نفس القناع وبعدها حاول دارتينيان يواسي آن وفجأة سمع صوت صراخ من الغرفة الثانية واكتشف انه كريستين ارتكبت شيء غير متوقع وتدمر دارتنيان من هذا الشيء لكن لويس ما اهتم لهذا الشيء ومن ناحيه ثانيه حطوا القناع الحديدي الفلب وقفلوا وسلموا المفتاح للملك لويس وخلال هاي الاحداث قدروا الفرسان يهربون من الحراس ويدخلون الغرفه ولقوا ملاحظه تركها لهم دارتنيان وكاتب بيها رتبت لكم نافذه مدتها عشر دقائق حتى يتنقذون فيليب واعتقدوا الفرسان بالبداية انه هذا فخ لكن بعد تفكير طويل عرفوا انه صديقهم القديم ما راح يخونهم ولبسوا زي الفرسان الشهير وراحوا للمكان اللي بي فيليب وبعدها التقوا الفرسان الثلاثة بدارتنيان بأحد السجون وقدروا سوى يعثرون على فيليب واثناء محاولتهم للهروب قرر لويس ورجاله يغلقون جميع المداخل وهنا رجعوا الفرسان الاربعة لايامهم الماضية بالقتال وتحدوا وبدوا يقاتلون رجال لويس وعلى الرغم من تفوق العددي لرجال لويس الا ان الفرسان الاربعه اظهروا مهارات قتاليه مثيره للاعجاب وقدروا ينتصرون على الجنود ومع ذلك وصلوا المزيد من الرجال لويس واضطروا الفرسان الاربعه للهروب ويا الغرفة الثانيه وهنا طلب فوليب منهم يتخلون عنه حتى ينقذون نفسهم لكن يقول دارتنيان انا ما اقدر اتخلى عن ابني واتضح أن فيليب ولويس هم أبناء دارتنيان من آن وبهالأثناء أجا لويس وطلب منهم الاستسلام لكن اللي أثار دهشته أن الفرسان الأربعة شنوا عليهم هجوم مضاد بكل شجاعة وحتى حراس لويس صاروا يخافون منهم لذلك قرروا رجال لويس يرمون أسلحتهم واحتراما لشجاعة الفرسان ومن شاف لويس هذا الشيء حسب الغضب وحاول يقتل فيليب وشمر عليه خنجر لكن دارتنيان يحمي وتلقى الضربة هو حتى يحمي فيليب وللأسف مات دارتنيان بين أصدقائه وأبنائه ورجاله وصار فيليب محطم من هذا الشيء وبالتالي تم احتجاز لويس بالسجن ولبسه القناع الحديدي ولبس فيليب ملابس لويس الملكية ومر الحراس يأخذون أخوه المحتال بعيد وعلن أنه أراميس وآثوس وبورثوس هم مستشارين الملك الجدد وبنهاية الفيلم حضر الملك فيليب ولابس ملابس الملك ويا الفرسان الثلاثة جنازة دارتنيان، واقترب فيليب من اثوس وعبر عن رغبته انه يكون ابن له، ووافق اثوس على هذا الشيء بكل سرور. وهنا ينتهي الفيلم واتضح انه من تولى فيليب عرش السلطة، صارت فرنسا دولة مزدهرة وقوية، وعاشوا الناس بسعادة وتخلصوا من أزمة الفقر والجوع، وانتهت أعمال الشغب، لأن حكم فرنسا ملك عادل، وأصلح المواطنين وقضى على أشكال الظلم والجوع وانتهاك حرية الآخرين. وهنا تكون نهاية الفيلم اتمنى يكون الفيلم عجبكم لا تنسون الاشتراك بالقناه ونشوفكم الافلام الجايه مع السلامه